انا ناشد السلطات العليا، انا ناشد الرئيس التبون ان شاء الله ما يضيعوناش، احنا ينظرون لنا بالعين الاعتبار، احنا رانا مواله فلاحه اب عن جد، عائله متكونه ممكن نقولوا من 20 قال عائله و200 فرد، فهمتني؟ وتقريبا 1000 نعجه، احنا الثروه الحيوانيه هذه وين نديها؟ نضيعها نبيعها كيف ندير له؟ ما عنديش خدمه واحده اخرى، فهمتني يا سي سليمة؟ ما عنديش خدمه واحده اخرى. تفضل سي شكوى الربي شكوى الربي وشكوى العمي تبون. عمي تبون احنا ماناش ضد المشروع، احنا نحوسوا على المطالب والوعود اللي وعدتنا بها السلطه الولائيه باللي تخدم لنا الطريق وتهيئ لنا الارض وتجيب لنا الكهرباء ومستعدين ونضرب مانيش راضيين ونطلبوا من الوالي يجي في الميدان يشوف الوضعيه تاعنا. هذه اللي نطلبوها ان شاء الله. أيه. وما تضيعوناش، رانا مواطنين جزائريين. أيه. ولاد الدوله، رانا ولاد الدوله ورانا خوتكم، وما تضيعوناش، رانا حابين نخدموا، ماذا بينا احنا نخدموا وتزاير دائما ان شاء الله الفوق. اي على كل حال لحقنا له. أيه. الحلقه تاع اليوم، الحلقه الاولى شفتوها، الحلقه الثانيه كيف هي كانت فاتت هايله مع الحاج، الحلقه الثالثه كي نكملوا البرنامج والحلقات هذو كاع يعاود يعيطونا ويتصلوا بينا ويقولوا لنا باللي ولايه المسيله راهي قامت بهم هكا باش حنا نعاود نولوا. اذا السلطات خدمت لهم الطريق ووفرت لهم الامكانيات، حنا نعاود نجو نصوروا الامكانيات اللي وفرتهم الدوله ونصوروهم ونعاود نفرحوا مع هاد الناس، وغادي نرافقوهم حتى كي يكونوا يبنوا ان شاء الله، نصوروهم باللي هم رحلوا ان شاء الله، ونزيدوا نعيشوا معاهم ولو كما قالت زوج حلقات ولا ثلاثه وحد اخرين ان شاء الله، باش تشوفوا هذاك المكان عكس هذا المكان اللي راه فيه. احنا نتمنى لكم ان شاء الله المكان اللي راهو رايح له نتمنى لكم فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين يجيب لنا خير ان شاء الله. ان شاء الله احنا المكان هذا او صحراء قاحله احنا يهيئوه لنا وياخذوا لنا طريق وان شاء الله نقلبوه جنه. ان شاء الله احنا ان شاء الله نقلبوه جنه. اي تربي هيا تربي.